الياس حيوي من السكن ديال حي النصر. هاد الايام درنا واحد الحمله تطوعيه العنوان ديالها النظافه، اننا غنزينوا الحي ديالنا. فكانت فكره زوينه وحتى الناس زعما تفاعلوا معنا وعاونونا بزاف، فكنتمنى الفكره انها تعمم ونزيدوا في هذا الفن هذا. كما كتشوفنا هذه الرسمه اللي حاولت نخدمها على رفا ماروكان اللي هي امراه مغربيه وبيت ولد على راسها. كما كنشوفوا ديما المناطق الاحياء الشعبيه كتشهد واحد النوع من الجحود، حنا رشاينا كشباب حاولنا نزينوا المنطقه ديالنا، فكانت فكره زوينه وكنشكركم بزاف. هادشي حنا تكلفنا وجمعنا وكنسهروا الليل، فحاولنا نعطيو هاد اللوحه للناشئه وشكركم. السلام عليكم، معكم طارق، كنبيع ونشري في السوق. وقت الفراغ ديالي من السوق كنجي هنا كنخوي هاد الزمطه ديال الكورونا، صوبنا هاد الشيء هذا، نقينا الدرب ديالنا، جرادي صبغنا كلشي، صوبت واحد البير ليه وصوبت هذا. المهم الوقت ديالي كنخوي هنا وما عاوننا حتى واحد، كلشي من جيبنا، ما كاين لا مرشحين لا والو، من جيبنا الدراري كلشي، كل واحد عطى شويه شويه والحمد لله. حنا نقينا وريقلنا المسائل ديالنا وهادشي اللي كاين. بالنسبه اللي وقف معنا كثر هو سعاده القايد ديال حي النصر، وانا كنوب على حي النصر كنشكر القايد. مرشح شحال حنا مطايفين معاه على الضو، بعدا هاد الزنقه كانت ما عادش عامين وهي مظلمه، مني طلبتو هادي وبغى ها هو دابا حتى الضو كاين كلشي كاين، كنشكروه بزاف بزاف. هلالي بالحاج، ساكن بحي النصر جوج. الشباب تما بصراحه خدموا وتعاونوا وصوبوا هاد الحي، والحمد لله نقطة مهمة، وكنشكروا الشباب بزاف. الشباب هما اللي داروا نقاو الدرب وصابوا الأزقة وصابوا كامل، الفضل كيرجع للشباب. بالنسبة للغارس وبالنسبة كل شيء الحمد لله في المملكة كلها، كل شيء بنادم بدا في الغارس وبدا كيحيا ديال الشيء ديال الغارس، وفي صداقة وفي خير وفي أجر ومن فيها. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.